بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا به على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. رب تمن بالخير والسعادة. اللهم لي توفيقا منه وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. ثم قول المتن: ولا يشبهه شيء ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء. وبذلك ينتهي تنزيهاته سبحانه وتعالى. ثم بعده مسألة أخرى وهي إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، ذلك بقوله وله صفات. إذن ولا يشبهه شيء، ما معنى المشابهة؟ أي لا يماثله. هكذا المشابهة فسرها بقوله لا يماثله، يعني فسرها بالمماثلة. لماذا فسرها بالمماثلة؟ المشابهة والمماثلة بينهما يعني شيء من التغاير، والمشابهة أعم من المماثلة. شبه من أي نوع؟ نعم، ذكر عصام الدين رحمه الله قوله ولا يشبهه شيء أي لا يماثله، فسر المشابهة بالمماثلة ولم يتركها على عمومه، يعني على عموم المشابهة لم يتركها على عمومها، بل فسرها بأخص. لماذا؟ فتفيد نفي المجانسة ونفي المشابهة ونفي الكيفية. هكذا لو تركها على العموم يفيد نفي المجانسة. ما هو نفي المجانسة؟ وهو المشاركة في الجنس. لا يشبهه شيء يعني لا يشاركه شيء في الجنس. ثم ونفي المشاركة كذلك تفيد نفي المشاركة في الكيفية، يفيدها أيضا، يفيد نفي المشاركة في الكيفية أيضا لو تركها على عمومها، لكن كلاهما خارجان، لأن نفي المماثلة، لأن نفي المائية سبق أن ذكرنا لا يوصف بالمائية ولا بالكيفية. حينما نفى عن الله سبحانه وتعالى المائية أفاد نفي المجانسة في الجنس، بحثنا هناك. كذلك ونفي الكيفية، يعني حينما ذكر المصنف لا يوصف بالمائية ولا بالكيفية أفاد نفي الكيفية نفي المشاركة في الكيفية. فإذن لذلك حمل المشابهة على المماثلة. ثم كما سبق أن ذكر الشارح أن باب التنزيه مبني على التكرار على التصريح والتفصيل، يطلب به التفصيل والتشريح والتصريح. فإذا ما كان
هذا باب التنزيه، وإن كان لا يتحاشى به عن التكرار والتصريح بالمعلوم ضمنا، لكن المختار الحمل على ما سلم عنهما. لو كان هناك حمل سالم من التكرار والتصريح بالمعلوم ضمنا فيحمل تحمل العبارة عليه، فحمل العبارة عليه أولى. وجعل نفي المماثلة بمعنى الاتحاد في الحقيقة ظاهر، مع أن القدماء المتكلمين ذهبوا إلى أن ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات في الحقيقة، لأن ذلك منهم اشتباه مفهوم الذات والحقيقة بما سبق عليه. هذا لمعنى آخر، ليس هذه المشابهة. طيب، فقوله ولا يشبهه شيء أي لا يماثله. أما إذا أريد بالمماثلة الاتحاد في الحقيقة فظاهر أنه ليس كذلك. لماذا؟ الله تعالى منزه عن الجنسيات والجنسي، لذلك لا يقال أنه مشارك يشاركه كذا كذا في جنسه. ليس معناه أن الله تعالى فرد واحد في جنسه، لأن إثبات الجنس يقتضي الجزئية كما سبق. فإذن هو منزه عن الجنس والجنسيات، هذا معناه، ليس معنى قوله ولا ليس معناه أن الله تعالى له جنس وهو فرد واحد في هذا الجنس، ليس معناه ذاك. التنزه عن الجنس والجنسيات لا يشبهه شيء، يعني لا يتحد بالحقيقة معه أحد. ثم وأما إذا أريد بها كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخر، أي يصلح كل لما يصلح له الآخر، فلأن شيئا من الموجودات لا يسد مسده بشيء من الأوصاف. فإذا هذا أيضا من هذا الطريق، أيضا لا يشبهه شيء، يعني لا يسد شيء مسد ذات الله تعالى، يعني لا يصلح شيء لما يصلح له الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن شيئا من الموجودات لا يسد مسده، يعني لا يصلح لما يصلح له في شيء من الأوصاف، في شيء من الأوصاف، يعني في شيء أوصاف، يعني يبدو من الوجود، في الوجود والبقاء والأحدانية والحياة والعلم والسمع والقدرة والبصر، هكذا أوصاف كثيرة. في شيء من هذه الأوصاف لا يسد مسده ولا يصلح لما يصلح له ولا يشبهه. نعم، فإن أوصافه، لماذا قال لا يسد مسده بشيء من الأوصاف؟ يبين الفرق بين أوصافه تعالى وبين أوصاف الخلق. فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات، بحيث لا مناسبة بينهما، يعني لا مناسبة ولا مشابهة ولا مماثلة بين صفة الخالق والخلق، بل بينهما تباين تام. إذن ثم يذكر الشارع بيانا لقوله يعني إن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات، بحيث لا مناسبة بينهما، يعني أوصافه تعالى أجل وأعلى، كذلك لا مناسبة بين صفات الله تعالى وبين صفات خلقه، هكذا قال. يبين بنقل قول صاحب البداية. لماذا نقل قال قول صاحب البداية؟ يعني في قول صاحب البداية إيها متعارض مع قول آخر منه
في مكان آخر من كتابه البدايات. فإذا لحمل هذه العبارة على محمل صحيح نقل قوله. فإذا هناك غرلان، أولا غرله بيان ما ذكر أولا من أن أوصافه تعالى أجل وأعلى، وأنه لا مناسبة بين أوصاف الخالق والخلق، هذا بيان هذا هو غرض. ومع ذلك تأويل صاحب الكلام صاحب البداية غرض آخر. نعم. نور الدين الصابوني قال في البداية، هكذا سبق مولي آخر أيضا، نور الدين الصابوني رحمة الله عليه هو ذكر في كتابه البداية أن العلم منا موجود فعرل ومحدث وجائز الوجود ومتجدد في كل زمان. متجدد في كل زمان هذا مبني على مسألة أن بقاء العرل ممتنع، لكن ذكرنا هذا ليس بصحيح بل ليس بممتنع بل يبقى الأرض، معنى البقاء استمرار الوجود، لا يلزم هناك بقاء معنى في معنى، قيام عرل في عرل لا يلزم، هذا بينا بما سبق. نعم. على كل حال هو قال في البداية هكذا، علم منا مثلا هذا صفة من صفاتنا، يقال في حقه موجود عرل محدث جائز الوجود متجدد، فلو أثبتنا العلم صفة لله تعالى ثم ما هو شيء صفة الله تعالى؟ لو أثبتنا العلم صفة لله تعالى لكان موجودا، هذا موجود وذاك موجود، لكن بين الوجودين فرق، وذاك الوجود واجب الوجود وهذا ليس واجب الوجود، ذاك يعني أبدي أزلي، صفة أبدي أزلي وجوده هكذا، وجود العلم أبدي أزلي. أما علمنا وجود علمنا ليس كذلك. نعم. ثم وصفة موجودا وصفة لذاته تعالى ليس عرضا، صفة معناه هذا في مقابلة قوله في علمنا عرض، علمنا عرض، أما علمه تعالى صفة، ثم قديم هذا في مقابلة قوله محدث في علمنا، علمنا محدث، أما علمه تعالى فقديم هكذا. ثم وواجب الوجود هذا في مقابلة جائز الوجود، يعني علمنا جائز الوجود، أما علم الله تعالى واجب الوجود دائما من الأزل إلى الأبدي، نعم لا يتجدد، فلا يماثله علم الخلق بوجه، لا يماثله علم الخلق بوجه من الوجوه، بل هناك تباين تام بين العلمين بوجه من الوجوه، هذا كلامه. نعم. ثم يقول الشارح، هذا عبارة في ظاهرها فيها متعارض مع قول آخر من كتاب البداية لنور الدين الصابوني رحمة الله، وقد صرح من هذا هو صرح، يعني صاحب البداية صرح في موضع آخر بأن المماثلة عندنا إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف حتى لو اختلف في وصف واحد اندفت المماثلة، يعني من هنا يذكر مسألة متى تثبت المماثلة؟ لو شارك شيئان في جميع أوصافهما هل تثبت المشاركة فقط؟ أو يعني لو شارك في أمر واحد هل تثبت المشاركة؟ يعني ما هو فائدته؟ هذا ينكس نفي المماثلة في الصورتين، على ما على أنه إذا اندفت المماثلة أو إذا اختلف في وصف واحد اندفت المماثلة، يعني لو ذكرنا
أن الاشتراك في جميع الأوصاف شرط للمماثلة. ثم لو ذكرنا يكفي للمماثلة اشتراك في وصف واحد فيجب لنفي المماثلة هذا نفي جميع أو إثبات الاختلاف في جميع الصفات. إثبات الاختلاف في جميع الصفات هكذا أنك اسمع. فإذا هو صرح هكذا يعني المماثلة عندنا إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف. إذا والذي ذكره أولا يقتضي يعني أولا نقل كلام صاحب البداية فقال إن العلم منا موجود وهذا هذا البيان يقتضي أن المماثلة تثبت باشتراكهما في وصف واحد فيتم نفي المماثلة بمع الاختلاف في جميع الأوصاف. لذلك هو قال صفات الله تعالى مختلفة أو لا تماثل صفة الخلق بوجه من الوجوه. نعم. ثم هذا القول يعني صرح بأن المماثلة عندما إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف. فإذا نكفي هناك اختلاف في وصف واحد لنبي المماثلة هذا الذي يقتضي هذا القول. القول الأول يقتضي ذلك. فإذا من هذا الجانب أيها متعارض. ثم قال شيخ أبو المعين رحمة الله عليه بالتبصرة كتاب اسم كتابه التبصرة وماذا قال؟ إنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من القول بأن زيدا مثل لعمر في الفقه متى إذا كان يساويه فيه يعني يكفي المشاركة والمماثلة في وصف واحد لإثبات المماثلة بين شيئين. وهنا زيد له مماثلة لعمد في الفقه فقط مع ذلك يقال زيد مثل عمد. ثم إذا كان يساويه به ويسد مسده في ذلك الباب يعني في باب الفقه وإن كان بينهما مخالفة بوجوه كثيرة نعم هذا عمرو يجيد أو زيد يجيد كثيرا من العلوم الأخرى أما زيد فلا يجيد إلا الفقه ومع ذلك يقال زيد مثل عمرنا وعمر مثل زيد هكذا لأجل هذه المشاركة في وصف واحد. فإذا يحصل نفي المماثلة بنفي المشاركة في جميع الأوصاف هكذا. ثم وإن كان بينهما مخالفة بوجوه كثيرة وما يقوله الأشعرية من أنه لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه فاسد. لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه فاسد يعني هذا الذي صرح صاحب البداية في كتابه البداية في موضعه هو قال المماثلة عندنا إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف. إذن هناك بين العبارتين أيها متعارض. ثم هذا أبو المعين لأف ما ذكره صاحب البداية في موضع بقوله إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف هذا أنكر عليه أبو المعين. ما هو الجواب عن كل هذا؟ التعارض كذلك إنكار هكذا مشاكل. سيجيب الشارح نهاية. أنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من القول بأن زيدا مثل لعمر في الفقه متى إذا كان يساويه فيه ويصده مصده في ذلك الباب وإن كان بينهما مخالفة بوجوه كثيرة ومع ذلك تثبت المماثلة. ثم وما يقوله الأشعرية من أنه لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه فاسد. هذا ما ذكره نور الدين الصابوني في البداية. نعم فاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم دليل فساد هذا الرأي ما هو؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهندة بالهندة مثلا بمثل. كيف يكون الهندة مثلا بمثل؟
يعني بالاشتراك في وصف واحد فقط، ليس الاشتراك مرادا بجميع الأوصاف. نعم، هذا كيف وأراد الاستواء به في الكير لا غير. نعم، هذا يكفي. وإن تفاوت الوزن ممكن هكذا متحدان كيلان، هذا 10 كيلو كيلان مثلا لتر، وذاك أيضا هذا يعني 10 أمداد، وذاك أيضا 10 أمداد، أو هذا 20 ساعة، وذاك أيضا 20 ساعة، ثم ممكن يختلفان وزنا، وهذا 20 يعني ساعة، وذاك أيضا 20 ساعة، ثم هذا بالوزن ممكن 22 كيلوغرام، وذاك 19 كيلوغراما فقط. نعم، هكذا يختلف. أو هذا بالحبوب يختلف يقينا، وهذا يعني 100,000 حب، وذاك 100,000 و1,000 حب، هكذا اختلاف في عدد الحبوب وأني الوزن، وذلك اتحاد الخيل. عندئذ يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم المماثلة. نعم، ثم والله فعدد الحبات أو الصلابة والرخاوة، والله أنه لا مخالفة، يعني هذا صاحب التبصرة أنكر عليه لأجل المخالفة، وكذلك صاحب البداية في بدايته قولان بينهما تعارض ظاهرا، فيجيب الشارح عن هذا الإنكار وعن ذاك التعارض أنه لا مخالفة، لذلك هذا لا حاجة إلى الرد والإنكار من جانب صاحب التبصرة، وكذلك ليس هناك تعارض مخالفة، لأن مراد الأشعري رحمه الله المساواة بين من جميع الوجوه فيما به المماثلة. المماثلة إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف، هكذا. فإذا جميع الأوصاف ما المراد بها؟ يعني الأوصاف المعتبرة للمماثلة، هذا الذي أرادها، لم يرد يعني الأوصاف الموجودة حقيقة، بل أراد يعني المشاركة بالأوصاف التي اعتبر لأجلها المساواة بين الموصوفين، هذا هو. فإذا لا مخالفة بين العبارتين، ولا منافاة، ولا إن حاجة إلى الإنكار، لأن مراد الأشعري رحمه الله المساواة من جميع الوجوه. أين هذه جميع الوجوه فيما به المماثلة كالكيل مثلا؟ ثم وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام البداية أيضا، كلام البداية أيضا يحمل على هذا، فلا منافاة ولا تعارض بين كلامين له، وإلا فاشتراك الشيئين في جميع الأوصاف ومساواتهما من جميع الوجوه يدفع التعددا، فكيف يتصور التماثل؟ نعم، وإلا يعني لو لم يكن هذا مرادا، فاشتراك الشيئين في جميع الأوصاف ومساواتهما من جميع الوجوه لا يمكن هذا، يمنع حتى يدفع التعددا، فكيف يتصور التماثل؟ اشتراك الشيئين يدفع التعددا، يندفع لزوم دفع التعدد. فكيف يتصور التماثل؟ وإلا معناه لو لم يحمل كلام البداية يعني عليه، كذلك لو لم يكن مراد الإمام الأشعري بالمساواة من جميع الوجوه، يعني المساواة من جميع الوجوه بما به المماثلة كالكيل، وإلا يعني لو لم يكن ذلك مراد الأشعري رحمة الله عليه، كذلك لولا يحمل كلام البداية على هذا، فاشتراك الشيئين في جميع الأوصاف ومساواتهما، مساواة الشيئين
من جميع الوجوه. هذا الاشتراك يدفع التعدد، لا يكون تعدد. لماذا؟ هذا لا يمكن، هكذا الاتحاد لا يمكن، لذلك يدفع التعدد. لو اندفع التعدد فكيف يتصور التماثل؟ ينبغي أولا التعدد في الشيء، يعني ينبغي أن يكون شيئان، بعد ذلك يمر ويتصور التماثل. هنا تعدد هو ممتنع، ثم ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء، هذا تنزيه آخر. هنا في هذه القضية خلاف لبعض أهل الضلال، لذلك ذكره المصنف. لأن الجهل بالبعل والعجز عن البعل نقص وافتقار إلى مخصص، مع أن النصوص القطعية قاطبة بعموم العلم وشمول القدرة. فإذا لو فرضنا أن الله تعالى يخرج عن علمه شيء، يعني هو جاهل ببعض الأشياء، كذلك يخرج عن قدرته بعض الأشياء، يعني الأشياء الممكنة، ليس يعني الأشياء الواجبة وليس الأشياء الممتنعة المحالة، بل هذه أشياء يعني ممكنة. لو خرج عن قدرته شيء يكون هناك عجز، كما يكون الجهل لو خرج عن علمه شيء. فإذا هذا الجهل والعجز عن البعض نقص وافتقار، هذا نقصان، كذلك يفتقر إلى ما؟ إلى مخصص، يفتقر إلى مخصص خصص هذا العلم بعلمه، هذا البعض بعلمه، يعني الله تعالى يعلم هذا البعض ولا يعلم هذا البعض. فإذا ما أي مرجح خصص هذا العلم هذا البعض بعلمه وهذا البعض الآخر بجهله؟ من الذي خصص؟ يجب مخصص. لو كان مخصص يكون تحت قدرة ذلك المخصص، هذا محال. ومع ذلك، مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة، ما هي هذه النصوص؟ وهو ذكر على طريق الاقتباس نتيجة لدليله السابق، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، لا كما يزعم الفلاسفة، يعني لأجل خلافهم نص على هذه المسألة. ماذا زعم الفلاسفة؟ أنه لا يعلم الجزئيات. هكذا قوم من الفلاسفة، كان هناك قوم أقدم منهم، هم ينكرون العلم بكل شيء، ما كانوا ينكرون البعض بل كانوا ينكرون العلم بكل شيء، يعني هم جعلوا إلههم جاهلا مطلقا، لا يعلم شيئا. وهؤلاء يعني قالوا لا يعلم الجزئيات بل يعلم الكليات، ولا يقدر على أكثر من واحد، هكذا قالوا لا يقدر على أكثر من واحد. فهذه العبارة ظاهرها أنها إثبات القدرة لله تعالى، لكن الفلاسفة لا يثبتون القدرة على الواحد، أيضا لا يثبتون الاختيار والكسب، نعم الاختيار، لا يثبتون لله تعالى الاختيار ولا يثبتون لله تعالى القدرة أصلا. هكذا كان قوم آخر، وهم لا ولا يقدر على أكثر من واحد، يعني هذا ليس بإثبات القدرة على واحد، بل هم يقولون أنه يمتنع أن يصدر من الله تعالى إلا واحد حقيقي، يعني ذات الله تعالى واحدة حقيقة، فإذا لا يصدر من الواحدة الحق إلا واحد حق، هكذا قالوا. وذاك الصدور على طريق الإيجاد ليس على طريق الاختيار ولا
على طريق تقديري ثم والدهرية، يعني والدهرية لا كما يزعم الفلاسفة والدهرية، الدهرية يعني أهم ينسبون الأفعال الأمور إلى الدهر كأنه الخالق للعالم، نعم على أنه تعالى لا يعلم ذاته ذاته، وأن الله على أنه تعالى. هؤلاء الدهرية ماذا قالوا؟ هم قالوا لا يعلم ذاته والله تعالى لا يعلم ذاته، هكذا قالوا. نعم وأن الله يعني لا كما يزعم الفلاسفة والدهرية، وأن الله أن الله هو من المعتزلة، على أنه لا يقدر على خلق الجهل والقبيح، هو يقول هكذا الله تعالى لا يقدر على خلق الجهل والقبيح. نعم ثم هذا مسألة سيأتي. ثم والبلخي يعني خلاق لا كما زعم البلخي، على أنه لا يقدر على مثل مقدور العبدي، لماذا؟ لأجل مخالفته للعباد للخلق ماذا يجب عليه؟ هو قال يعني بلخي قال أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد، لماذا؟ لو قدر عليه يكون مساويا للعبد، الله تعالى ليس مساويا، هكذا. ثم وعامة المعتزلة يعني لا كما يزعم عامة المعتزلة، ماذا زعموا؟ أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد، يعني لا يقدر على نفس مقدور العبد، يعني هؤلاء المعتزلة يثبتون للعبد مقدورا وقدرة. ثم قالوا هكذا بعده مسألة الصفات، نقرأ بعدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.